الأصل في الحاكم الإنكار عليه في السر وليس في العلن، وتهيج الناس وهذا لا يجوز إلا إذا فعل المعصية بالعلن وأظهرها وأنت موجود تنكر عليه بالعلن. هنا كما نقل عن العز بن عبد السلام، نقل عنه أنه دخل على أحد الملوك أو من المماليك فإذا الناس يقبلون الأرض بين يديه، فأنكر قال تسجدون لغير الله؟ يسجدون لك؟ يقول قال لا يسجدون يقبلون، قال صورته السجود، وإن كان يقبل الأرض صورته ساجد لك، فبدأ ينكر عليهم. هذا بالعكس هذا واجب، هذا إنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه. هذا عالم ورأى المنكر بعينه أمامه فأنكره، هذا واجب هذا بالعكس. لكن إن المنكر قديم أو للفضيحة أمام الناس أو الحاكم غير موجود يتكلم عليه أمام الناس، ليس الحاكم غير الحاكم، حتى غير الحاكم هي ليست قضية قاصرة على الحاكم، الحاكم وغيره، لكن الحاكم لأن فيها إثارة، فيها إثارة فيها ثورة فيها كذا، عشان كذي أهل العلم يذكرون الحاكم دون غيره والله.